صوتك يجنن وبتغني من وانت عندك 10 سنين، ما خفتيش لما قالوا لك هتغمري وهتغني انشوده حتشبسوت بالفرعوني في طريق الكباش؟ الحقيقه طبعا اكيد خفت، بس عشان كان الموضوع جديد عليا وكان في تحدي بالنسبه لي ان انا اغني يعني نقدر نقول بلغه غير اللي انا متعوده عليها طول عمري، وحتى كمان طريقه الغنى كانت غير، بس كنت مبسوطه قوي لان كان فيها تحدي ومغامره ليا واعاده اكتشاف لنفسي من تاني في حاجه جديده في الغنى. والحمد لله كنت مبسوطه قوي 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 من رد الفعل اللي لقيته بعد الاحتفال. طب ما تغني لنا كده حته منها. إن عتنا إني مروي إيثي من ابن سطاوي حون خنموي إمان خواص من خيبو شاتني إن مخيب. مينا، إيه أكتر أغنية عملتها بتعتبرها مغامرة في حد ذاتها؟ كنت مقلق منها شويه يعني، كنت عملت اغنيه اسمها عملت جني دي اغنيه شعبي شويه على طول. لا انت هتغني لنا حته ده برضه. عملت جني عشان تحني، عملت جني عشان تحني، وكنت بطلع بالنهار عملت حاوي للي غاوي سقفوا له يطلع نار، لمت الناس عليا في سرك فرجتهم حصري وحالا وانا مشيتي مع دول السلك دايما. ايوه لازم كده، لازم هي الحركات دي. احنا دلوقتي خلصنا اسئله وهنعمل في ار تيست ليكوا انتوا الاثنين عشان نختبر قوه كل واحد فيكوا وثباته الانفعالي، ونشوف بقى هنكمل ومين مش هيكمل. جاهزين؟ معروف طبعا مين هيكمل ومين اللي هيكمل. انا طبعا يلا بينا. يلا يلا بينا. بسم الله. مش عارفه انت شايف ايه. انا مش شايف فيكم حد، انتوا عيال عايشين على القد. كابتن ولد انزل لها ازاي دي؟ اوعى يا بس انا برنس قوي فمش هخبط. يلا يا مين، عايزين نطير سوا. ايوه انا عارف عايزين نطير. يا ولد عليا يا ولد، سكاي دايفر. حاسب يا كابتن، حاسب يا كابتن، هخبط. خبطت وخلاص الحمد لله. لا 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 والله العظيم ما اتحرك. لا عليك ما تزقني يا مينا. خلاص سؤال بس، وانا لو حطيت الدايره في النقطه هعمل ايه؟ لا مش قادره والله. طب بصي كده يا جماعه، انا مش قادره اكمل. هايدي سلمي. عايزه اقول لكم المفاجاه بقى. ايه بقى؟ مينا طبعا مغامر جامد جدا. 95% 95% صراحه. خلي بالك احذري مني. شاطر شاطر. امال ايه؟ فهو يستاهل لقب مغامر مش سهل خالص. اما هايدي الصفر المتين 25%، وده يعني كرم من عندنا. صراحة انا المفروض اخد صفر كده، فاهمه اللي هو يعني نقطه 1000 خط بس برضه. هاندا يا عشان خاطر انت يا مينا شجعتي وعملتي ما عملتش حاجه. شجعتي وعملتي. ومينا اداني زقه كده بس انا مسكت في الارض كويس، ما مش هتعتع. فمينا هينطلق معانا على مغامرتنا وانت هتودعي مينا. باي باي. نشوفك في مغامره ثانيه. بالتوفيق ان شاء الله. حصل حاجه اسمعي عليا. بعد الشر. باي باي. يلا بينا. مينا قبل ما ننطلق على مغامرتنا وقبل ما نروح الطياره هتعمل فويس نوت دلوقتي، هتسجلها وتقول انت حاسس ايه، او عايز مثلا تقول مسج معينه لحد معين، وبعدين مش هنسمع الفويس نوت دي الا لما تنط من الطياره. متاكده؟ طيب اولا مبدئيا كده مينا خلاص احنا وصلنا المطار، بس قبل ما ننطلق على مغامرتنا كنت عايزه اسالك مين كان نفسك يكون معاك دلوقتي وبيشاركك كل اللحظات؟ اي حد معايا مهم ان يبقى في اي حد معايا دلوقتي. مثلا كان نفسي يبقى معايا مين؟ يبقى معايا شاهين طبعا، محمد شاهين. طب ايه رايك تكلمه فيديو كول دلوقتي وتحكي له بقى هتعمل ايه بالظبط؟ نكلمه؟ يلا. ازيك يا استاذ شاهين؟ ده اتصال مفاجئ عشان انا المفروض دلوقتي هعمل سكاي دايفنج، هنط من على بعد. الدنيا بتشتي عليا. من على بعد 15000 قدم سوري، حتى الكلام مش متجمع اهو. فقالوا لي عايز مين يكون معاك؟ قلت لهم شاهين طبعا. يا صاحبي يلا انطلق وعيش يا عم، وانت ده دعواتك. دعواتك معانا. الله هبسط اهو، هبسط قوي لو حصل لي حاجه. ان شاء الله. مش هوصيك. ها متقلقش حبيبي يا شاهينو. يلا حبيبي صباح الفل. باي. نجوم السماء، نجوم السماء.
دينا جاهز؟ جعان بس حاسس اني جعان سيكا. هتاكل ايه اول ما تنزل من الطياره؟ انزل بس وربنا سهل. قولي اول حاجه ايه الفوبيا اللي عندك؟ فوبيا؟ فران. سؤال سريع وصريح جدا هتجاوب عليه في 3 ثواني. صريح جدا. لو انت لو جاوبت عليه بكل صراحه هخليك ما تنطش. مين اخر حد من زمايلك في ستار اكاديمي عملت له انفولو؟ ايه ده في ايه يا جماعه؟ ايه ده بجد؟ في ناس تعمل لهم انفولو وفي ناس زي الفل. حد من اصحابي يعني. لو حد سبق بدأنا ما عنديش مشكله اعمل كده. لو انت عملت حاجه انفولو مثلا هعمل انفولو. خلاص نشوفك تحت. توصل بالسلامه. ربنا يخليك. يلا باي باي. باي. الحمد لله على السلامة يا مين. جود جوب يا كابتن. حبيبي. كابتن مصر يا جماعة. طب كابتن مصر طيب. مينا فاكر أول كلمة تمارا قالتها لك كانت إيه؟ بس أول كلمة بتحاولوا با 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 كده المفروض إن هو أنا يعني. يا إما ديجي يعني في ديجي ديدي با 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 كده. طب ممكن تغني لها حاجة؟ الغزالة رايقة والناس الحلوة فايقة يا سيدي يا جمال وماله ضيقت كتير عليه مش قادر آخد نفسي ما تسيبني شوية يا ابني كده. نجوم السماء نجوم السماء يا عشق الكامل على النبي صلي
بصراحة لما هي رفضت تخوض التجربة أنت خفت شوية؟ لا هي ما أثرتش عليا يعني، بس كان نفسي تبقى موجودة معنا. اوكي احكي لنا التفاصيل اللي حصل معاك من اول ما نزلت من الطياره لحد ما وصلت هنا. عارف لعبه الثرو دي؟ طبعا عارف. لعبه الثرو بقى هي اسرع كمان، نزول اسرع. اوكي بجد بتقع بجد بقى يعني. طبعا مع الـ مع الـ مع الكابتن اللي معايا، طبعا هو عارف هو يعني كويس يعني، بس انا بقول لك احس ان حاسه يعني. وفضلنا ننزل كده شويه حلوين لحد ما راح فاتح الباراشوت بقى، بريت بقى تتسحب تاني، بدات الحياه ترجع فاهم. وعملنا بقى سلندرات بقى تلف بالباراشوت، حاجه تحفه. احسست جمال كده في الدنيا يعني، ومبسوط ان احنا عندنا حاجه زي كده في مصر. اوكي لو هتبعت رساله لهايدي دلوقتي تقول لها ايه؟ تجربه عمرك في حياتك ما هتجربيها تاني، فلازم تجربيها. تفتكر ايه شعور تماره دلوقتي وهي بتتفرج عليك؟ اكيد هتعمل كده لما تكبر شويه، بس تعمل كده على طول. هتشجعها؟ طبعا، ده انا هاخدها نعمل كده مع بعض طبعا. مش هتخاف عليها شويه؟ ما انا معاها بقى. دي اول مره في المنصوره الجديده ولا جيت قبل كده؟ انا جيت المنصوره اول مره، منصوره جديده. ايه رايك بقى؟ زي ما قلت لك هو الموضوع من فوق بقى وانت نازل تحفه. طب لو هتبعت لاهل المنصوره اغنيه هديه على ذوقك هتغني لهم ايه؟ نقول لهم لو بتحبوا البلد دي خلي عيونكم عليها، خلي ايديكم في ايديها، يا مصر ويا منصوره تعيشي. اوكي قبل ما نكمل كلامنا بس عايزينك تسمعنا اللي انت قلته في الفويس نوت. الفويس نوت زيين كده. انا مبسوط جدا ان انا هعمل حاجه كنت اكسايتمنت ومغامره، ما عملتش ده كتير فبالنسبه لي مميز جدا، وفي نفس الوقت خايف جدا برضو في شويه وبس. ولو حصل لي حاجه بقى خلي بالكم من تماره، وبقول للحاج صاحب البيت والحاجه لو عايزين تأجروا اوضتي اجروها خلاص. اكيد اجروها هم خلاص. طب دلوقتي احنا خلصنا، عاوزينك تتصور سيلفي او اول سيلفي ليك في المنصوره الجديده. يلا هعمل كده.